السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهنتي بدأوا ضياء الكسور دوادا ورك التلفيش كعالم بقى إيسان ويدي كيمان يستوديو هانو كل النحيم مقالة دهار جيسا وركنا وحيد لسعود سيني ساها دير ربير عليك النقضة وانيقو برواقع حسن حاجي فارحة قضى بضع قدور كورونا دوركنا كوم مقلي دونتان وحاكم بدا قولها قورتي ده الصومالي لانا يا شيغيني دعوتك قدبين ايان قولها وكيلة ده تاسو كسابسان حيركو قبلة ده يجمعينك واي ما انت انسيحيان قولها وكيلة ده الصومالي لان معمولكو قبلك اوضل يكدق مدى بورمي ايا سوكر ميري موران كتاقن حاين دافك ديرك جامعة عمود حقو يها قولها وكيلة ده الصومالي لانا يا سو بانديقي وحقبت كيلة بضا سنة ايلا سو دافي ايه قولها وكيلة ده الصومالي لان agaasimaha komishanka xakamaynta ayriska oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay shir caalami ah oo kaga qayb galay dalka Rwanda. Dawladda Soomaaliya ayaa baaq nabadeed ka soo saartay maalmihii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay gobolka Mudug kuwaas oo u dhaxeeyay laba beelood oo deegaanka wada dega. Dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday ciidamada dalkeeda ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkeena haatan iyo imikana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan.